My dear student in first prep, how are you today? Welcome back in our English day in our program مدرسه على الهواء. اعزائي طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا مدرسه على الهواء، ماده اللغه الانجليزيه. المره اللي فاتت احنا بدانا مع بعض يونت 2. يونت 2 كان بعنوان My family at work. My family at work يعني عائلتي في العمل. وقلنا قبل كده منقسم لحاجتين واخدناهم، خدنا الفاميلي تري شجره العائله، وخدنا تاني حاجه الجوبس الوظائف. اول حاجه هنتكلم عنها دلوقتي ونفتكر كده سريعا الفاميلي تري يعني شجره العائله، كنا بادئينها بالجراند بيرنتس. جراند بيرنتس يعني الاجداد. جراند بيرنتس اللي هم الجراند فاذر اند جراند ماذر. جراند فاذر والجراند ماذر اللي هو الجد والجده. بعديهم على طول في الفاميلي تري شجره العائله البيرنتس. بيرنتس يعني الوالدين اللي هو الفاذر والماذر. عندي حاجه كمان، عندي كمان الفاذر والماذر، بيجي بعديهم على طول السن والدوتر. son ودوتر. son ودوتر يعني الابن او الابنه. son يعني الابن والدوتر يعني الابنه. عندي كمان خدنا حاجه جديده اللي هي الهازباند والوايف. husband يعني الزوج، طبعا ده فور من للرجال، وعندنا وايف يعني الزوجه. وقلنا ان الجمع بتاعها جمع irregular مختلف شويه، وايف الجمع بتاعها البلورال هيبقى وايفز بالفي زي نايف نايفز. اوكي، عندي كمان حاجه اللي هي انكل وانت. كل دي حاجات جديده احنا كنا واخدينها في جريد 6. عندي انكل وانت، انكل اللي هو العم او الخال، وانت العمه او الخاله، وعندي كازن، وقلت اي حد قريبي نقول عليه كازن، يعني ابن خالي كازن، طب لو بنت خالي برضو كازن، ابن عمتي بنت عمتي، كل القرايب اسمهم كازنز. قعدنا المره اللي فاتت نتكلم عن الجوبس، وقلنا كلمه جوب دي يعني وظيفه، انما ورك يعني العمل وده نون. الجوبس اللي احنا اخدناها المره اللي فاتت وكانت سهله جدا بالنسبه لنا، خدنا الدكتور يعني طبيب، خدنا التيتشر يعني مدرس، خدنا فارمر يعني فلاح، خدنا كمان حاجه مهمه جدا كانت جديده علينا اركتكت. اركتكت يعني مهندس معماري. قلنا هو بيعمل ايه؟ بيصمم المباني يعني ديزاين بيلدينج، خدناها كده المره اللي فاتت بالظبط. ديزاين يعني يصمم، ديزاين بيلدينجز يعني بيصمم المباني. طب خدنا كمان الانجينير. انجينير يعني مهندس، المهندس العادي اللي هو كان بيلد، بيلد يعني يبني، رودز يعني الطرق، بريدجز يعني الكباري، دام، دام يعني السد، دامز يعني سدود. هنتكلم النهارده بقى عن اور جرامر. الجرامر بتاع النهارده مهم جدا، وهو اتس فيري سامبل اند فيري ايزي، سهل جدا. بيتكلم عن البريزنت كونتينوس. البريزنت كونتينوس يعني المضارع المستمر. يعني ايه مضارع مستمر؟ ان اكشن از هابينج ناو. طالما حاجه مستمره يبقى مستمره وقت الكلام. يعني انا دلوقتي لما بتكلم اقول محمد از بلاينج، ده معناه ان محمد بيلعب دلوقتي حالا. لما اتكلم واقول مثلا My mom is cooking lunch، يعني هي دلوقتي حالا بتطبخ الايه؟ الغداء. طب احنا كنا واخدين حاجه مهمه جدا جدا في البريزنت كونتينوس قبل كده، كنا واخدين ان الكي ووردز بتاعته يعني الكلمات الداله عليه اللي هي اول ما اشوفها في الجمله اعرف على طول ان انا بتكلم في البريزنت كونتينوس. So I will choose، لازم اختار على طول am او is او are plus ال verb plus ال ing، لان ده الفورم بتاعها. الفورم بتاع present continuous يعني التكوينه بتاعته بتتكون من am او is او are plus ال verb plus ال ing. verb طبعا يعني الفعل plus ال ing، يعني اي فعل في الدنيا اقوم حاطه له ing. يعني play خليتها playing، swim swimming، make making، sleep sleeping، eat eating and so on. طب الام والايز والار بتيجي على حسب ايه؟ طبعا على حسب الضمير اللي قبليها. يعني لو اي اقول اي ام ايتنج، انا باكل، اي ام، اي خدت الام وبعد كده الفيرب بلس الاي ان جي. طب الهي والشي والايت ياخدوا ايز طبعا، اقول هي از راننج هو بيجري، شي از كوكينج، ات از بلاينج اند سو اون. اجي اتكلم عن الار بقى، الار طبعا بتاخد البلورال، بتاخد اليو والوي والذي، اقول they are talking يعني هما بيتكلموا. they are، they طبعا بتكلم عن ناس بشاور عليهم ضمير المخاطب، انا بتكلم عن ناس مش موجودين معايا لكن هما مجموعه بلورال، فعشان كده بقول they are talking، they are playing، they are sleeping and so on. دلوقتي هناخد مع بعض من اول الفورم بتاع البريزنت كونتينوس، وهناخد الكويشن والنيجاتيف والافيرماتيف. اوكي، نمبر 1 الجرامر present continuous بيقول لي to talk about things that are happening now. ده هو ده ال present continuous المضارع المستمر، ان احنا to talk about things that are happening now بتحدث الان. اوكي،
من الكلمات اللي بتدل عليها الكي ووردز، يعني اللي هو اول ما اشوفها في الجمله على طول اختار الاي ان جي. اول ما الاقي كلمه ناو، ناو يعني الان، اكيد الان حاجه بتحصل دلوقتي، يبقى بريزنت كونتينوس، يبقى اختار اما واذا وار بلس الفيرب بلس الاي ان جي. في كمان جاست ناو، هي بمعنى الان بمعنى ناو. في كمان كنا واخدين ات ذا مومنت، ات ذا مومنت يعني في نفس اللحظه او في نفس الدقيقه، يعني حاجه لسه بتحصل حالا برضه. خدنا كمان قبل كده والسنه اللي فاتت كانت مهمه كلمه لوك. لما اقول لك لوك هي از بلاينج، اكيد بقول لك على انظر على حاجه بتحصل دلوقتي حالا، يبقى كلمه لوك من الكي ووردز بتاعت البريزنت كونتينوس. كمان كلمه لسن، اقول لك لسن عمرو دياب السينجينج، يبقى اكيد هو بيغني دلوقتي حالا، عشان كده بقول لك اسمع. يبقى كلمه لوك ولسن وناو وجاست ناو وات ذا مومنت. خدنا كمان حاجه جديده المره دي، ان انا لو اتكلمت توداي او ذيس ويك اند سو اون، يعني توداي حاجه لسه هتحصل النهارده، يبقى برضو استخدم فيها البريزنت كونتينوس. سو ده معناه ان البريزنت كونتينوس مش بيعبر عن ان حاجه بتحصل دلوقتي وبس، لا ممكن اتكلم كمان عن حاجه ان ذا فيوتشر، بس هيبقى النير فيوتشر يعني المستقبل القريب. يعني انا لسه النهارده بالليل هروح السينما، يبقى ممكن استخدم فيها المضارع المستمر. هي مش بتحصل دلوقتي حالا بس لسه هتحصل في وقت قريب، نير فيوتشر يعني المستقبل القريب، ممكن استخدم فيها. ممكن اتكلم اقول this week we are traveling، ده معناه ان احنا لسه هنسافر الاسبوع ده. استخدمنا فيها البريزنت كونتينوس، استخدمنا فيها البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، مع ان هي مش بتحصل الان، هي لسه هتحصل. ده معناه ان البريزنت كونتينوس بيعبر عن حاجتين، حاجه ممكن تحصل في المستقبل بس يبقى نير فيوتشر مستقبل قريب، او حاجه هتحصل او حاجه بتحصل حالا. فانا بتكلم بقول هي از ايتينج، هي از رانينج، هي از سليبينج اند سو اون. فبيقول لي ناو وتوداي وكلمه ات ذا مومنت، at the moment يعني في نفس اللحظة. يبقى دي الكي ووردز اللي أول ما أشوفها في الجملة لازم أختار حاجة فيها ing، لازم قبلها طبعا يكون في am أو is أو are. الأفيرماتيف بقى يعني الإثبات، الجملة المثبتة بتتكون من إيه؟ لسه قايلة حالا subject اللي هو الفاعل، بيجي بقى حسب بقى، والله لو I هاخد am، لو ال he وال she وال it بياخدوا is، لو ال plural ال you وال we وال they بياخدوا are، plus ال verb plus ال ing. يبقى هنا مثلا جايب لي جمله بيقول لي I am going to school now، I am going to school now، ده معناه ان انا حالا رايحه المدرسه. انا بقول وانا رايحه المدرسه، الفعل مستمر happening now. طب عندي كمان بيقول لي she is watching TV at the moment، she is watching TV at the moment، ده معناه ان هي حالا في نفس الدقيقه دي. بس كلمة at the moment يعني حالا، كلمة now يعني الآن، طالما أنا استخدمتهم يبقى حاجة بتحصل دلوقتي happening now، so I will choose the present continuous، لازم أستخدم المضارع المستمر. اللي هو إيه المضارع المستمر؟ اللي هو بيتكون من am أو is أو are plus the verb plus the ing، كل ده في الأفيرماتيف. أفيرماتيف يعني إيه؟ يعني الجملة المثبتة without negative، من غير النفي. يبقى لما أقول she is watching a new film now، يعني هي بتتفرج على فيلم جديد دلوقتي حالا. أما أتكلم مثلا my father is reading a newspaper، يعني بابا بيقرا الجريدة، الجريدة الجورنال يعني newspaper. يبقى طالما أنا اتكلمت ده معناه إن هو بيعملها now الآن، حاجة دلوقتي happening now. عندي كمان بقى لما اجي اتكلم اقول they are، بما اننا بنتكلم خدنا حاجه على المفرد ناخد حاجه على البلورال، they are playing football today، they are playing football today. الجمله هنا بقى معناها مختلف شويه. لما كنت بتكلم بقول now يعني حاجه happening now بتحصل دلوقتي، لما قلت at the moment يعني في نفس اللحظه برضو معناها بتحصل دلوقتي، لو قلت لك look يعني انظر برضو حاجه بتحصل دلوقتي، لو قلت لك listen يعني اسمع برضو حاجه بتحصل دلوقتي. لكن الجمله دي بيقول لي today، today يعني هي لسه هتحصل بس النهارده، هي هتحصل النهارده. استخدمت فيها ال present continuous ليه؟ لان هو near future، هو ينفع استخدمه لما يكون الحاجه لسه ما حصلتش لكن هتحصل قريبا، في near future يعني المستقبل القريب. فهو لما بيكلمني بيقول لي they are playing football today، هم لسه هيلعبوا ماتش كره قدم today النهارده، هم مش بيلعبوها دلوقتي لكن هيلعبوها النهارده، دي برضو بتعبر عن ال present continuous. اوكي، كل ده في الافيرماتيف يعني الاثبات. اما نيجي نتكلم بقى عن النيجاتيف، نيجاتيف يعني نفي، نيجاتيف يعني نفي. يعني بدل ما اقول مثلا I am eating pizza now، يعني انا باكل بيتزا دلوقتي، لا انا عايزه انفيها خالص وان انا مش باكل البيتزا دلوقتي، فهقول I am not eating pizza now، انا مش باكل دلوقتي. بدل ما اقول I am writing at the moment، يعني انا بكتب دلوقتي، I'm writing a new story، I'm doing my homework and so on. لو عايز اقول ان انا مش بعمل كده ده اسمه نيجاتيف، نيجاتيف يعني النفي. بمنتهى السهولة ال present continuous when I want to change into negative، يعني احولها للنفي
just put not. يعني انا هحط not after ال am وال is وال are. يعني بدل ما اقول I am eating اقول I am not eating pizza now. لو بدل ما اقول he is playing football اقول he isn't playing football at the moment. هو مش بيلعب دلوقتي. بدل ما اقول my brother watching is watching a new film اقول my brother isn't watching a new film. يبقى كل اللي انا هعمله لما يقول لي change into negative, negative يعني نفي. طبعا كل زمن ليه نفي. احنا خدنا في اول سيشن خالص او اول ايبسود خالص اول حلقه كنت بتكلم على البريزنت سيمبل وقلت لك لما اجي تشينج انتو نيجاتيف اعمل النفي بتاعه هنفي يا اما بدونت يا اما بدزنت. طبعا دونت لما الاقي الفيرب ما فيهوش حاجه خالص زي بلاي اقول اي دونت بلاي افري داي. انا لو بتكلم عن الهي او شي او ايت هنفيها بدزنت. لكن البريزنت كونتينوس مختلف. انا تلقائيا اول ما الاقي الام او الايز او الار تلقائيا put not after الام والايز والار. لا على طول احط not بعد الام والايز والار. نشوف مع بعض كده الاكزامبلز. بيقول لي السبجكت اللي هو طبعا اي ضمير من الضمائر او اي اسم وفيرب to be اللي هو am is are وعندي not plus الفيرب plus ing. يبقى انا كل اللي زودته على الفورم بتاع present continuous هو كان في الاول am is are plus الفيرب plus ing. كل اللي انا زودته عليه حطيت not after ال am وال is وال are. نشوف الايه الاكزامبل. I am not playing now. بمنتهى البساطه لو شلت not هتبقى الافيرماتيف عادي I am playing now. طب عندي حاجه she is not cooking at the moment. she is not cooking at the moment يعني هي مش بتطبخ دلوقتي في هذه اللحظه. طب لو عايز اتكلم عن البلورال they are not studying today. they are not studying today. في حاجه مهمه جدا لما الاقي الفيرب بينتهي باي لما اجي انا احط له الاي ان جي just cancel or omit الاي. يعني انا لو لقيت فيرب زي make وعايزه احط له الاي ان جي بدل ما اقول مثلا making tea انا مش هحط make اللي هي ام اي كي اي وازود لها اي ان جي. نو اول ما الاقي الفيرب عندي بينتهي بالاي اشيل الاي خالص cancel الاي او omit الاي يعني هنحذفها خالص وازود الاي ان جي. اوكي طب انا عندي دلوقتي كلمه study. study عادي جدا بحط لها الاي ان جي في الاخر هي بتنتهي بالواي وقبليها حرف عادي يعني حرف ساكن ازود لها الاي ان جي عادي. في حاجه مهمه جدا مش معنى قلت she is not watching لا انا ممكن اشيل شي واحط اي اسم بس اسم طبعا يكون مؤنث. يعني اقول مثلا منى is watching TV now. انا وانا بحل كده عندي تيست او اكزام او كويز انا لقيت اي اسم بترجم الاسم والله انا عندي فوق كده اسم مثلا بوي او مان اقوم شايله اقوم قايله ده ايه ده هي يبقى اقوم قايله هي الهي بتاخد ايز يبقى هي از ايتنج هي از بلاينج. عايز اعملها في النيجاتيف اقول هي ازنت بلاينج هي ازنت ايتنج اند سو اون. البلورال برضو الجمع نفس الفكره بدل ما اقول they are studying هقول نهى اند محمد are studying احمد اند نور they are playing and so on. يبقى انا لو لقيت more than one اكتر من واحد الاثنين هم الاجانب عندهم كده one يبقى singular التو عندهم مفيش حاجه اسمها مثنى والكلام ده التو عندهم يبقى plural على طول يبقى تاخد الار. انا مجرد ما انا ذكرت اسمين دلوقتي فانا قلت الاثنين هياخدوا ار they are playing. they دي اللي هي اقول نور اند مازن مثلا they are playing نور اند مازن are playing هي equal بالظبط. يبقى احنا خدنا كده الافيرماتيف اللي هو الاثبات احط الجمله زي ما هي I am eating. عايزه اتشينج انتو نيجاتيف يعني اعمل لها النفي بتاعها اقول I am not eating. كل اللي انا عملته حطيت not بعد الام والايز والار. عندي حاجه مهمه جدا بقى الكويشن اليس اور نو كويشن. يعني ايه اليس اور نو كويشن؟ احنا عندنا مجموعه حاجات كثيره جدا اول ما ابدا بيها السؤال اجاوب يس اور نو على طول. اولا بيبقى معناها هل ولازم اجاوب عليها بيس او نو. خدنا الحاجات دي كتير قوي مع بعض. يعني خدنا المره اللي فاتت ان دو وداز من الحاجات اللي لو بدانا بيهم السؤال لازم اجاوب بيس او نو. لو مثلا بقول لك دو يو لايك فيش انت بتحب السمك فتقول لي يس اي دو او نو اي دونت. خدت بالك معنى السؤال ايه؟ دو يو لايك بمعنى هل انت بتحب كذا. طيب لو اتكلمت برضو عن does she play football every day هل هي بتلعب فوتبول؟ نو شي دازنت. انا المره دي بقى هسال بيس اور نو كويستشن. ده معناه ان الايز والار وطبعا الام بس حالات ضعيفه جدا. يعني الايز والار لما ببدا بيهم الكويستشن لازم اجاوب بيس اور نو.
يس اور نو. يبقى من الحاجات الكتيره اللي احنا هناخدها، احنا عندنا اكتر من 15 حاجه. اول ما الاقيهم في بدايه الكويشن ده معناه ان ده يس اور نو كويشن، يعني لازم اجاوب عليه بيس اور نو. زي النهارده هناخد منهم حاجتين اللي هي الايز والار، بما اننا بنتكلم عن البريزنت كونتينوس. الايز فانا هقول لك مثلا از هي بلاينج فوتبول، هل هو بيلعب فوتبول، بيلعب كره القدم؟ هتقول لي يس هي از or no he isn't، يا اما yes يا اما no. انا معنى الكويشن ايه لما اقول لك، is he playing، يعني هل هو بيلعب فوتبول يعني كرة قدم؟ yes he is or no he isn't. طب لو بتكلم ب are اقول لك are you cooking lunch today، يعني هل انت اللي هتعملي اللانش الغداء النهارده؟ yes I am. طالما بقول are you انا بسألك انت، فتجاوب تقول yes I am او no I am not. حاجة مهمة جدا ال are you بتحول ل I am. ال are you لان انا بسألك انت، فبقول لك are you singing، هو انت بتغني؟ no I am not او yes I am. يبقى انا عندي ال yes or no question just beginning with is او are، مجرد ان انا ابدأ ولقيت ال question بادئ ب is او ال are تلقائيا هجاوب ب yes او no. ده معناه سؤال ب yes or no question، سؤال معناه هل، لازم اجاوب عليه ب yes او no. حاجة كمان مهمة، في حاجة اسمها الكروس اللي احنا بنعملها زي ما قلت لك قبل كده. Is he playing؟ تلقائي يقول هي، هقول ايه؟ He is playing. Yes he is playing. طب انا عايز اكتبها هنا، ده ال yes or no question، فانا هقول Is he playing football now؟ ده كويشن. انا كل اللي هعمله ايه؟ طبعا انا اول ما بصيت فلقيت الكويشن ده بادئ بايز، ده معناه ان انا هجاوب على طول تلقائيا بيس او نو. طب في حاجه مهمه لازم اعملها، اعمل كروس سيزرز مقص، اقول يس الاول، طبعا بقول يس. خلي بالك في البانكتويشن خدناها المره اللي فاتت، لازم الكوما، لازم بعد اليس والنو كوما، واقول هي از. انا عملتهم بالعكس، يس هي از، وممكن اكمل يس هي از بلاينج، واقوم مكمله yes he is playing football now. لو النو هتبقى برضو النو وبعديها الكوما no he isn't، يبقى انا عارفه ان النيجاتيف no he isn't، يبقى لازم اعرف ان النو ليها الاخت هنا المصاحبه ليها على طول اللي هي not. النو المصاحب ليها على طول هنا النوت. اوكي يبقى ده ال yes or no question، وقلنا سهل جدا، كل اللي هعمله ان انا ابدا بايز او ابدا بار وتلقائيا هجاوب yes or no. طبعا لو نو no لازم يتحط نوت، لان نو no ده معناها نيجاتيف، النفي، يبقى تلقائيا احط نوت. نشوف هنا مع بعض verb to be، verb to be اللي هو am او is او are، وعندي ال subject يعني الضمير او الاسم، يعني طبعا subject يعني فاعل، واحط ال verb plus ال ing. are you reading this now مثلا او at the moment، وممكن ما يجيليش كده على فكرة، ممكن ما يجيليش now او at the moment او today، مايش لازم يجيلي keywords يعني. yes I am. is she studying at the moment؟ is she studying at the moment؟ يعني هل هي بتذاكر في نفس اللحظة او حالا؟ no she isn't. يا سلام لو complete answer بقى، يبقى yes she is او no she isn't studying at the moment. Are they watching TV now? Are they watching TV now? خد بالك احنا لازم في كل مرة بنعمل بالسينجولار يعني بالمفرد، واحدة بالبلورال عشان تبقى عارف. Are they watching TV now؟ تلقائيا برضو بعمل السيزرز يعني بعمل المقص، هقول yes وقوم جايبة زي الأول they وبعد كده are. Yes they are. Yes they are. طب أنا في حاجة مهمة جدا، في حاجة مهمة جدا عايز اقولها. احنا النهاردة مش هناخد ال yes or no question بس، لأ، اولا في ال question اللي هو بال W H question. فمثلا اشهر سؤال انت ممكن تاخده بال ING. انا تلقائيا عايز اقول دايما لما ادي الاولاد عندي في الكلاس اقول لهم ايه، اول ما تلاقي ال question عندك فيه ING لازم ال answer تبقى بال ING. فانا مثلا لو بسألك بال W H question يعني ايه؟ W H question يعني اولا what how when when where، طبعا when يعني متى، where يعني اين، how يعني كيف، why يعني لماذا، and so on، حاجات كتيره جدا. لو بدات باي حاجه من اللي انا بقولهم دي ليها فورم، ليها تكوين سؤال. فمثلا اشهر سؤال هقول لك what are you doing now، what are you doing now يعني ماذا تفعل الان. طالما سالتك ب ing لازم الانسر بتاعتك تبقى بال ing. هتقول لي I am doing my homework now. I am doing my homework now يعني انا بعمل الهومورك الواجب بتاعي now الان. طب انا هسال عليه هو مثلا، فاقول when يعني متى، is
انا لازم اجيب تكوينة السؤال كده دبليو اتش كويشن، بعديها الهيلبنج فيرب يعني الفعل المساعد، يبقى when is he playing football. when is he playing football يعني هو بيلعب فوتبول امتى، when متى. هقول he is playing football now، he is playing football now and so on. عندي حاجة مختلفة المرة دي، يعني احنا كل الكلام ده احنا ممكن نكون اخدناه مع زيادات بسيطة جدا كنا واخدينه في جريد 6. عندي حاجة ليها علاقة ب usually and today. انا قلت قبل كده كلمة usually طبعا بتيجي مع present simple، وكلمة today علشان هي بتعبر لسه حاجة هتحصل النهاردة near future هستخدمها مع present continuous. يبقى usually ودي كنا واخدينها من الكيوردز والكلمات المهمة جدا في present simple. ايه هو present simple؟ يعني احط الفيرب زي ما هو مع ال I وال you وال we وال they، لكن مع ال he وال she وال it بحط does، يعني اسأل ب does او بحط الفيرب plus ال a s e s او ال i e s. عندي كلمة today هي الجديدة المرة دي ان انا لازم استخدم معاها ال i n g. نبص كده مع بعض. We usually do. We usually طبعا كلمة usually يعني عادة. كلمة usually يعني عادة. We usually do. Today we are doing. خد بالك من كلمة today جبت معها الverb plus ing. وجبت طبعا طالما في verb plus ing يبقى لازم تلقائيا قبليها ابقى حاطة ال am وال is وال are. Today we are doing يعني احنا هنعمل كذا، حاجة ليها علاقة بال present continuous. Complete the sentence. هنعمل كده practice على اللي احنا لسه قايلينه عن usually وعن today. انا قلت قبل كده كلمة usually دي تستخدم مع ال present simple، اوعى تنسى علشان دي مهمة جدا بيجي لك كتير في ال choose. يبقى كلمة usually يعني عادة بتيجي كتير في ال choose علشان تبقى عارف، كمان بتيجي في ال rewrite. يبقى usually يعني عادة، ودي يعني ايه؟ دي اسمها adverbs of frequency. طب موقعها فين في الجملة؟ لانها بتجي لنا كتير في ال rewrite. انت كبرت سنة ففي حاجة عندك اسمها rewrite. rewrite يعني بيجيب لك جملة وجايب لك between two brackets يعني بين قوسين كده المطلوب منك تعمله. فاحيانا بيبقى جايب لك جمله وكاتب لك usually. طب انت بتحتار usually دي احطها فين؟ دي من اهم الحاجات اللي قلناها قبل كده ان الادفيربس اوف فريكوانسي يعني الافعال التكرار you must put it in a before the verb قبل الفعل. يعني اقول I usually go to school in the morning يعني انا عادة بروح المدرسة in the morning. يبقى انا حطيتها فين؟ between ال verb and the subject. انا قلت I usually go يبقى انا حطيتها قبل ال verb، وكمان بتتحط بعد verb to be، كمان بتتحط بعد ايه؟ verb to be. اوكي يبقى هنا هناخد كده ال sentence دي dad usually وجاب لي space in the office. طبعا هنا بيتكلم عامة in general فهو بيقول لي dad usually a in the office. طبعا جايب لي verb work عندك يبقى works dad لان ده he، يبقى dad usually works in the office. طب what about today؟ طالما اتكلمت today يعني لازم احط am او is او are plus ال verb plus ال ing. today he isn't working. he isn't working at the office او in the office. هو مش شغال فيه. طب هو بيعمل ايه؟ كاتب لي تحت verb في الصورة من تحت خالص sit. sit يعني يجلس. هقول he طبعا ال he بتاخد ال is يبقى he is sitting in the cafe. يبقى he is sitting in the cafe. خد بالك في حاجة جديدة كده في sit verb sit. sit يعني يجلس لكن انا زودت له t في الاخر لما جيت زودت ال ing. دي حالة مهمة جدا. انا قلت لك حالة في الاول لما تلاقي الفيرب بينتهي بال e امت ال e يعني احذف ال e cancel ال e وزود ال ing زي كلمة make. make تبقى making بس وذاوت الاي. طب فيرب سيت ده ليه حاله مختلفه برضو. كلمه سيت يعني يجلس دايما بنقول سيت داون. سيت اس اي تي. طالما عندي فيرب بينتهي بكونسوننت يعني حرف ساكن وقبليها فاول يعني حرف متحرك انا بضاعف الحرف الاخير. بضاعف الحرف الاخير يعني بكرره مرتين عشان كده جاب لي دلوقتي سيتنج. احنا النهارده عملنا كده سمري على طول كده سريعا على الجوبس وعلى الفاميلي تري يعني شجرة العائلة وعلى الوظائف علشان اليونت بتاعنا اسمه My Family at Work. كمان خدنا النهاردة الجرامر بوكس. خدنا أهم حاجة عندنا النهاردة البريزنت كونتينوس بيتكون من am أو is أو are plus الverb plus ing. لو تشينج انتو نيجاتيف يعني عايز تحولها للنف just put not يعني هنحط not after ال am وال is وال are أو I am not writing, I'm not reading, he is not playing and so on. عندنا كمان في حاجة اسمها yes or no question. لو بدأت بالis أو ال are فأقول لك are you playing football now, are you eating now and so on. هقول yes I am أو no I am not. ده ال question. عندي كمان ال wh question اللي هو what are you doing now يعني انت بتعمل ايه دلوقتي. I am helping my father and so on. يبقى احنا كده خلصنا مع بعض وقلنا كمان ال keywords now, just now,
وات ذا مومنت يعني في نفس اللحظه، وكلمه توداي عشان دي جديده، وطبعا لوك ولسن اللي احنا كنا واخدينهم قبل كده. احنا خلصنا مع بعض النهارده، وان شاء الله باذن الله اشوفكم نكست تيوزداي يوم الثلاث الجاي ان شاء الله مع الانجليش والفيرست بريب. ثانك يو، ويش يو جود لك. ثانك يو اند جود باي.